انتي جيتي يا سكينة؟ ده شعب عال قاعد مستنيكي بقاله ياما. تي كنت فين يا سكينة؟ ما تيجي تعجي معنا شوية. لا معلش، أصلاً جاية تعبانة وعاوزة نستريح. هتيجي يا عبدو؟ ماني جاي. أنا كنت مستنيك. أمير قوي شعب عال ده. وانت لسه شفتي حاجة من أمورياته؟ دي هتفضلي ملوية كده؟ أنا كنت قاعد مستنيك لحد ما تيجي. مستنيني؟ انت يا راجل، انت اللي دخلك اوضتها وقعدك تتسامر معاها. فيا سكينة، مش جارتنا الست مهانش عليها نمشي ونستنوكي برا، غصبت عليا نخش عندها ونشربوا الشاي. وكمان شربتوا الشاي، ومش بعيد بعد الشاي تكونوا شربتوا لكم كاسين. وفيها ايه بس؟ انت بتشك فيا؟ لا يا اخويا العفو، بأمارة ما دخلت عندها الأوضة وقفلت عليكم الباب. كنا حاضر المؤاخذة، يعني هتسيب الباب مفتوح ليه؟ اشمعنى لما دخلتك انت قفلت الباب؟ ما هي اخويا مفندقة طول النهار، اللي رايح واللي جاي شايف اللي بتعمله. اصلها كانت منظفة الأوضة ورشاها وخايفة الدبان يخش. يا عين امها، بقى كانت خايفة من الدبان. بقولك ايه يا سكينة، سيبك من الكلام الفارغ ده وقومي شوفي لنا لقمة ناكلوها. دقاني هنقتلك السم. رواية سكينة، رواية كده سكينة قلبي. واني نقدر نبص لحد غيرك انت يا مقلبية؟ ومكلتش عندها ليه؟ دي حتى عندها اكل انجليزي، ولا الوقت ما كفاش؟ جرالك يا سكينة؟ امير قوي سي عبد العال ده. ولما هي مستأمرك كده يا اخويا، ما رمتلكش لقمة ليه من اللي عندها؟ يعني ما نقدرش ناكل الا معاكي ومن ايديك انت يا سكينة قلبي. واني اكل يجي ايه جنب اكلها؟ وبعدها لك بقى جرايه يا سكينة. الله، احنا مش هنخلص من الموال ده ولا ايه؟ ايه خلاص، ما بقتش طايقه لي كلمة. رواية يا سكينة، أنا ما نقدرش نبص لحد غيرك انتي. هو الزبيب يسقط غير على المهلبية؟ معقولة يعني يسقط على البصارة؟